حسن حياك الله. وصي الله معك يا أخي. نعم الله يبارك فيك يا شيخ. اسمحوا لنا بالاستفسار رجل استفسار بسيطة. حياك الله. الله يبارك فيك. في هذه الليلة ليلة 26 يوم الجمعة من شهر شوال موافق 35 ليلة الجمعة. ليلة الجمعة. ليلة الجمعة. بارك الله فيكم يا شيخ. هناك الشيخ أحمد بن عمر بازمول. نعم. يرد في هذا الأيام نسمع يرد على بعض تزكيتكم لبعض المشايخ ويستدل بقول الإمام أحمد يعني الكراديسي أقول مع سعة علمه أنه مع ذلك لم يرفع من شأنه ويقول أن الشخص إذا لم يعرفه بعض مشايخ بلده فأنه يبقى في حيز المجاهيل. فما تعليقكم على هذا الكلام بارك الله فيكم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ بازمول أنا أقول هو سألني بعض الإخوان وأنا دكتور الكرسي وصلاة قائمة صلاة العشاء قائمة وفي هذه الحالة سألني بعض الإخوان فرددت عليه لكن الكلام لم يتم معه. وقال لي أن الأخ بازمول إيش رأيك في تزكياته وفي تجريحاته؟ وقلت الأخ بازمول يتكلم حقا ولكن في بعض الأحيان أكد هذا بارك الله ولكن في بعض الأحيان يتسرع كثير بحيث يكون خطأ فيما يبدي من الجرح والتعديل. وهذا عقيدتي معه منذ زمان ليس من الآن حتى تكلمت مع أخيه محمد الذي هو أعقل منه في الحقيقة لا شك فيه وجربته الرجل من أفضل ما يكون من الناس علما وفضلا ومنهجا. ففي الحقيقة الأخ أحمد عمر بازمول أنا قلت أنه يتسرع في بعض الأحيان في الجرح والتعديل لكن الأخ بالسرعة الظاهر أغلق ونحن قائمين والصلاة قائمة. على هذا حصل خطأ وينبغي أن يكون المجيب على الأسئلة ذكيا وما كنت ذكيا في ذاك الوقت فحصل أنهم نشروا هذا الشيء. وأنا يعني عقيدتي في الأخ أحمد بازمول وأنا مسحته في خلوته وقلت له مرة اترك هذه الأشياء كلها واشتغل في العلوم التي تنفعك إن شاء الله واستزد من المعلومات. لكن على كل حال هو إذا كان رد على تذكيتي أنا ما أخذ في نفسي شيء هذا رأيه. لكن الغريب سمعته أنه كان يرد على بعض الطلبة الذين زكاهم بعضهم بعض العلماء أيضا لكن ما رأت الشيخ أحمد بازمول ويقول أن الشخص هذا ليس له مشايخ ليس له مشايخ معروفين وليس له عمل. فأنا استغربت قلت الرجل والحمد لله في المدينة يعمل أعمال طيبة ويدرس أيضا الكتب. فأنا جربته وعرفته أنه ما يدخل فيما لا يحسن إنما يلقي المبادئ التوحيد وأصول الثلاثة وغيرها على طلبة في الحقيقة له عمل جل في هذا من ناحية إيوائهم أيضا ومن ناحية إطعامهم وإكسائهم حتى أنه يساعدهم كما يقول عن طريق بعض الإخوان كما ذكروا لي. فأنا جربته وجلست معه فوجدته أنه رجل يستحق أن يعني يدرس بعض الأشياء. فأنا كتبت له أيضا وأكدت عليه فيما كتبت قل وإياه أن يدخل أو إياك أن تدخل فيما لا تحسن ولا تجب على الأسئلة إذا سئلت. حتى يعني قال أنا أريد أن أسافر إلى فرنسا فقلت له لا بأس تسافر لكنه لا تجب على الأسئلة عامة فربما يكون منك خطأ لكن هذه الأشياء التي أنت الحمد لله أنت فيها فيكفي أن تفهم الناس هناك. فسألته فيما بعد سبحان الله بحمد الله فقالوا أنه لا يرد إذا سئل أسئلة عامة كذا لا يرد كذلك لا يسأل الناس ماذا تعرف القرآن وكذا لا يرد. فرأيت الشيخ أحمد بازمول سبحان الله بدا يرد عليه بأنه ليس له مشايخ وليس له علم وليس له لأنه بالحقيقة لم يعرف الرجل ولم يعرف عمله. على قدر عمله يؤخذ منه ينبغي أن يقدر تقدير جيد في عمل الإنسان وعلمه. فإذا كان هو
حاصر نفسه في مسائل خاصة يتجنها له حق أن يتكلم فيها ويعلم الناس. وقد جاء وفد أن مالك بن حويرث معه أصحابه وجلسوا 20 يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لا تتكلموا ولا تعلموا ولا شيطان، اذهبوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم. هل يعلمون كل مسائل الدنيا كلها الذي عرفها أبو بكر وعمر وعثمان وغيره؟ لا، لكن على قدر ما يعرف الإنسان، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوني ولو آية. فعلى هذا الرجل وجدته أنه يعني إن شاء الله جيد، وسمعت الأخ أحمد بازمون أنه بدأ يرد ردا في الحقيقة سمجا جدا، ما رأت لي مثل هذا الكلام، ولذلك أنا أشرت ذاك الجواب ما جاء الجواب فيه لما سألني ماذا تقول في رد في جرح وتعديل الأخ بازمون، قلت أنه يتسرع في بعض الأحيان فلا يروقني كلامه، وأنا أنصحه هو أو غيره كي يسألوه هو من الناس عامة، لأنه متسرع ويبقى بعد أيام لا يطبق بكلامه، وأنصحه هو أيضا أن يزن كلامه بالحق ولا يظلم أحدا، يعطي كل ذي حق حقه. وأنا أؤمن بأن الشخص قد يركب البدع لكنه لا يجوز أن يسمى مبتدع، لكنه يقال أنه رمي ببدع رمي بكذا، قد يكون يقال أنه كان يرى رأي الخوارج، لكن مع ذلك إذا كان منهجه سليم فيقطع في هذا والباقي يستفاد منه، لكن الذي يجري في الساحة أنه على كل حال كل واحد يتكلم أنه إذا كان خطأ واحد ويجد الله يعني من بعض العلماء أيضا سندا في هذا بحيث أنه يسقطه إسقاطا كل واحد، فأنا أنصح نفسي وأنصح غيري أنه يزن الأمور بالميزان ولا يجيب عن كل من سئل عنه الشخص إذا لم يعرفه، فإن اللسان عليها حساب شديد، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. وهذا هو الذي أقول في الأخ بازمون، وأنه متسرع في مسائل كثيرة، وسمعت بعد ما سمعت كلامه زدت يقينا في بعض الناس الذين زكاه الناس، وعمله منحصر في شيء خاص لكنه بدأ يسقطه إسقاط، ورأيت أنه في فرنسا له جزاه الله خير جهد جيد، وندعو أن يبقى على خير هذا الرجل الذي هيثم يبقى على خير مما هو فيه ولا يتعدى طوره. نعم، وكنت في فرنسا، أنت معنا؟ نعم يا شيخ. كنت في فرنسا فسألني واحد منهم بكل أدب جاء وقال هل درستم على الشيخ أحمد بازمون؟ فقلت ما قلت أني درسته، لكن قلت أنا ما درست عليه، يعني فكأنه استهان بي لأني ما درست عليه، فالحمد لله اشتهر الشيخ، ولعل هذا الاشتهار قد يشجعه أكثر في الكلام، وأرجو أن يبلغ كلامي هذا، ويعني إذا كان عنده خلافا من كلامي هذا فنحن نجتمع في الجامعة وهو في قسمنا قسم الكتاب والسنة، كلنا نجلس في مجلس واحد عند مجالس الجامعة التي هي مجالس رسمية، أرجو أن يكون يعني نتفاهم معه. بارك الله فيكم، جزاك الله خير، أنا أنت سألت ولعل هذا يكون يعني توضيح للمسألة. نعم.